يعطيكم العافية شباب صبايا. هلا حنعمل correction للابليكيشن. انا الترينجل اي اتش اس حسب ما مبين معنا اي اتش اس هو رايت عفوا هو سمي equilateral ترينجل عنده 30 60 90، ماشي 30 60 90. بدنا نجيب السايدز لانهم هن الاس اي والاس اتش. ملاحظ هون انه الهايبوتنز ما معي اياها، معي الاي اتش. اوكي طيب الاي اتش هي فيسينج 60 ديجري، ببلش فيها دائما ببلش بالسايد اللي معي اياه. في عندنا قاعدتين، قاعده الفيسينج 30 والفيسينج 60، ببلش بالسايد اللي معي اياها اللي هي فيسينج 60 ديجري. فاذا اي اتش ايكوال هايبوتنز راديكال 3 اوفر 2. اوكي هون مكرره مرتين، الاي اتش بحط محلها 8، هايبوتنز راديكال 3 اوفر 2 عفوا هون حاطط محل الهايبوتنز اتش اس بس. الاي اتش هي 8، الهايبوتنز هي اتش اس راديكال 3 اوفر 2. اوكي طيب انا بدي اطلع الاتش اس، بعتبر هون ال 8 هي اوفر 1، بعمل كروس ملتيبليكيشن اتش اس راديكال 3 تايمز 1 بضل اتش اس راديكال 3 ايكوال 8 تايمز 2 بتطلع بتساوي 16. انا بدي اطلع الاتش اس، كيف بجيب الاتش اس؟ بقسم على راديكال 3 بالحالتين، هون بقسم اوفر راديكال 3 اوكي، وتاني ميل بقسم على راديكال 3. بتروح الراديكال 3 هون مع الراديكال 3 اللي تحت، بتصير اتش اس ايكوال 16 راديكال 3 اوفر راديكال 3. هون بس في شغله نحن بنعملها عاده، هي حناخذها نحن بعدين، هي الراشيونالايز. شو يعني؟ مش كتير حلوة يكون في بقلب الدينومينيتور راديكال 3 او راديكال. لنتخلص من الراديكال اللي موجود بالدينومينيتور بضرب فوق وتحت براديكال 3. اوكي ضربت تحت براديكال 3 وفوق براديكال 3. اوكي طيب شو بتصير؟ بتصير 16 تايمز راديكال 3 بتضلها 16 راديكال 3. وتحت لما بدي اضرب راديكال 3 تايمز راديكال 3 بدي يطلع جواب 3. فاذا بهالعمليه اللي انا عملتها هلا تخلصت من الراديكال اللي كانت موجوده بالدينومينيتر من خلال اني انا ضربت فوق وتحت براديكال 3. طبعا بحق لكم تضربوا بالاكويشن بالفراكشن النيميريتور والدينومينيتر باني بحي الله شيء بحي الله نمبر على شرط يكونوا مثل بعض. فإذا 16 تايمز راديكال 3 بقيت مثل ما هي، وراديكال 3 تايمز راديكال 3 صارت 3. طيب هيك بنكون جبنا الهايبوتنز اللي هي أول سايد مطلوبة منا نجيبها. هلا بعد بيبقى عندنا الإي إس. طيب الإي إس هي فيسينج أي أنجل؟ فيسينج 30 ديجري. إذا هي شو بتساوي؟ هايبوتنز أوفر 2، والهايبوتنز هي اتش إس أوفر 2. أوكي؟ الاتش إس نحن طلعناها قبل شوي 16 راديكال 3 أوفر 2. 16 راديكال 3 اوفر 3 كلها اوفر 2. طيب هاي كيف بنحلها؟ هاي بنعتبر نحن 2 هون هي اوفر 1، اول فراكشن بتضلها مثل ما هي 16 راديكال 3 اوفر 2، الاوفر هاي بتتحول لضرب، والفراكشن اللي تحت بنكتب الانفرس لها، فبتصير 16 راديكال 3 تايمز 1 بتضل 16 راديكال 3، 3 تايمز 2 بتصير 6، برجع بعمل سمبليفاي اوفر 2 فوق واوفر 2 تحت، فبتصير 8 راديكال 3 over 3 لأن هي facing 30 degree فبتساوي hypotenuse over 2. part 4، ببارت 4 هون مع ال hypotenuse، فإذا في بلش بأي قاعدة بدي إياها. ال RT اللي هي facing 60 degree عفوا 30 degree بتساوي hypotenuse over 2 يعني TC over 2، 6 radical 3 over 2، 6 over 2 بتطلع 3 radical 3 سنتيمتر لأن هي facing 30 degree. ال RC، الار سي هي منلاحظ ان هي فيسينج 60 ديجري فبتساوي هايبوتنس راديكال 3 اوفر 2. هايبوتنس معنا اياها 6 راديكال 3 تايمز راديكال 3. هون مثاقبه انه في راديكال 3 بقلب الهايبوتنس. اوكي فاذا الهايبوتنس هاي في ضمنها راديكال 3 تي سي، في ضمنها راديكال 3، وبدي اضرب الراديكال 3 اللي هي معي اياها بالقاعده. اوكي فاذا هون في اثنين راديكال 3، راديكال 3 تبعولة القاعده وراديكال 3 الموجوده بالهايبوتنس اوفر 2.
طيب 6 بتضل مثل ما هي، راديكال 3 تايمز راديكال 3 بتصير اوفر 2، بيطلع 6 ضرب 3 18 قسم 2 بتطلع 9 facing 60 degree. part 5 ببارت 5 هون بنلاحظ انه الهايبوتنز انون، الاتش اس انون، عندنا نحن السايد الفيسينج 30 degree بلش فيها اتش جي ايكوال هايبوتنز اوفر 2 facing 30 degree. محل اتش جي بحط الفاليو لإلها قيمتها اللي هي 4 راديكال 2 ايكوال اتش اس اوفر 2. كيف بكفي هون؟ بعتبرها هاي اوفر 1 كريس كروس، اتش اس تايمز 1 بتضل اتش اس ايكوال 4 راديكال 2 تايمز 2، يعني 4 راديكال 2 بضربها بال 2، بضرب هلا برجع لبرات الراديكال ببعض، 4 ضرب 2 8 وراديكال 2 بتضل راديكال 2 سنتيمتر فيسينج 30 ديجري. هلا بيبقى علينا نطلع الاس جي، هيك بعد ما جبنا الهايبوتنز اتش اس. الاس جي هي فيسينج 60 ديجري، اوكي؟ فاذا بتساوي هي هايبوتنز راديكال 3 اوفر 2، الهايبوتنز هون هي 8 راديكال 2 الاتش اس تايمز راديكال 3 اوفر 2، راديكال 3 تايمز راديكال 3 بيصيروا راديكال 6، و8 اوفر 2 بيصيروا 4. اخر بارت ام ال، دائما مثل ما قلنا ببلش بالسايد اللي معي اياها مع الفيسينج 60 ديجري. فاذا ام ال ايكوال هايبوتنز راديكال 3 اوفر 2 لان فيسينج 60 ديجري، الهايبوتنز هون هي كي ال راديكال 3 اوفر 2. محل الام ال بحط قيمتها اللي هي 2 راديكال 2 2 راديكال 5، الهايبوتنز هي كي ال راديكال 3 اوفر 2، كمان بعمل كريس كروس KL radical 3 times 1 بتضلها KL radical 3 equal 2 times 2 radical 5، هاي 2 بتنضرب بال 2 لبرات الراديكال بتصير 4 وراديكال 5 بحطها. طيب هلا بدي شو اعمل لخلي ال KL لحالها؟ بقسم على radical 3 بالحالتين، بقسم هون على radical 3 وهون على radical 3، اوكي؟ radical 3 وradical 3 بيروحوا، تبقى KL بتساوي 4 راديكال 5 over راديكال 3، هيك جبنا مين؟ KL. طيب هلا بعد بدنا نجيب الـ MK. الـ MK لاحظوا وين هيها؟ هي facing أي أنجل؟ facing 30 ديجري. إذا بتساوي hypotenuse over 2، الـ hypotenuse هون هي KL over 2، طلعنا قبل شوي 4 راديكال 5 over 3 كلها over 2، هاي بعتبرها 2 over 1، فبصير 4 راديكال 5 over 3 بتضل ضرب العفو القسمه بتصير ضرب، وهي الفراكشن بتنقلب. برجع هلا بضرب 4 راديكال 5 تايمز 1 بتضل 4 راديكال 5، و 3 تايمز 2 بتصير 6. برجع بعمل سمبليفاي بقسم على 2 فوق وتحت، فبتصير عباره عن 2 راديكال 5 over 3.